مشاهدينا الكرام الى ركلات الترجيح. سيبدو اللاعبون اقصى ما لديهم من جهد المحافظة على الهدوء، على هدوء اعصابهم. الان مع تنفيذ الركلة الاولى، مارادونا يمشي الان لتنفيذ الركلة الاولى. تسديدة قوية وجميلة، بثقة كبيرة تفوق على حارس المرمى. رونالدينيو غاوتشو، عيون على حارس المرمى قبل تسديد الركلة. الكرة في المرمى، النتيجة 1-1. بداية جيدة وركلة جميلة لتصبح النتيجة التعادل 1-1. روعة في التنفيذ، حارس في جهة، الكرة في الجهة الأخرى. الركلة الثانية، كرة ملعوبة في الجانب الأيسر من المرمى. ثقة واضحة عليه وكرة في منتهى الروعة. الله على اللقطة وعلى تألق حارس المرمى. ثم مع الثالث الآن، توقع صحيح من الحارس، كان بالإمكان أفضل مما كان. يتقدم رابع لاعب في تنفيذ ركلات الترجيح، ينجح في أن يخدع الحارس، يسجل هدف. الآن الدور على اللاعب الرابع، تصدي رائع ولا في الأحلام من حارس كبير. بعض المدربين يضع أهم لاعب في الركلة الخامسة، اللاعب الخامس. الله، ينجح في التسجيل بسهولة كبيرة. مصر، هل هي كرة التعادل أم الخسارة ونهاية كل شيء؟ مصر عليه تسجيل هذه الكرة للحفاظ على حظوظه. سجل ويستمر فريقه في القتال في المحافظة على أمله. يتقدم اللاعب السادس، يلعبها في الجانب الأيسر. يا سلام، تنفيذ رائع، الكرة في زاوية، الحارس في الأخرى. مصر لو ضيع هذه الكرة سينتهي كل شيء. يا سلام، نجح في تسجيلها ويتنفس زملاء الصعداء. الآن حان الدور على المسدد السابع، الكرة في زاوية والحارس في زاوية أخرى، وركلة رائعة. مصر، هل هي كرة التعادل أم الخسارة ونهاية؟ وهدف، ويقفز الجمهور من الفرح. الدور الآن على ثامن اللاعبين في قائمة المنفذين. الله على هذه اللقطة، على هذا التصدي المذهل من حارس المرمى. تركيز رائع من حارس المرمى، تصدي مدهش. مارادونا عليه منع هذه الركلة من أن تصل إلى شباك. أوه، كرة رائعة، حمل على عاتقه مهمة كبيرة وكان في الميعاد. يضعها على يسار الحارس. يا لعيب، لمسة كانت رائعة، الحارس ذهب إلى الزاوية والكرة في الأخرى. مصر لو ضيع هذه الكرة سينتهي كل شيء. هدف ولا تزال أمالهم في المباراة موجودة. جاء دور الركلة العاشرة، اللاعب العاشر سددها على يسار حارس المرمى. الله، كرة في منتهى الروعة، خدع الحارس بطريقة بارعة. لاعب الكرة في سجل ويستمر فريقه في القتال في المحافظة على أمله. نصل لآخر لاعب، المسدد الحادي عشر، ضربة مذهلة. مصر عليه تسجيل هذه الكرة للحفاظ على حظوظه. يا سلام، نجح في تسجيلها ويتنفس زملاء الصعداء. مارادونا يتقدم لتسديد الركلة الترجيحية، يبدو أنها بثقة عالية. ارتمى الحارس في الاتجاه المعاكس. يا لعيب، لمسة كانت رائعة، الحارس ذهب إلى الزاوية والكرة في الأخرى. وهدف، ويقفز الجمهور من الفرح.
مارادونا يتقدم لتسديد ركلة الترجيح. الكرة تصطدم في القائم، الارتياح كبير على حارس المرمى. كانت قريبة جدا لكن عادت من خشبات المرمى. مارادونا هو الأمل الأخير لفريقه إذا صد هذه الركلة. وكرة في القائم. لعبة جميلة لكنه لم يكن محظوظ، ضربة ضائعة. تسديدة في منتهى الروعة، في منتهى القوة، بدان أنه مستحيل التصدي لها. مصر عليه تسجيل هذه الكرة للحفاظ على حظوظه. مصر لو ضيع هذه الكرة سينتهي كل شيء. هدف ولا تزال أمالهم في المباراة موجودة. يا لها من ثقة، يا لها من إمكانيات. كرة في المرمى، أرسل الحارس إلى الاتجاه الآخر. الله، كرة في منتهى الروعة، خدع الحارس بطريقة بارعة. لعب الكرة في، يا سلام، نجح في تسجيلها ويتنفس زملاء الصعداء. تقدم وسددها بكل ثقة، هذه ركلة جزائية مذهلة. سجل ويستمر فريقه في القتال في المحافظة على أمله. مارادونا يحاول أن يلعب بأعصاب الحارس قبل تسديد ركلته. ارتمى الحارس في الاتجاه المعاكس بثقة كبيرة، تفوق على حارس المرمى. مصر هل هي كرة التعادل أم الخسارة؟ يا سلام، نجح في تسجيلها ويتنفس زملاء الصعداء. والآن الدور على مارادونا. الله، ينجح في التسجيل بسهولة كبيرة. مصر هل هي كرة التعادل أم الخسارة ونهاية كل شيء؟ هدف ولا تزال أمالهم في المباراة موجودة. مارادونا عيون على حارس المرمى قبل تسديد الركلة. الكرة في زاوية والحارس في زاوية أخرى، وركلة رائعة. أنهت هذه الركلة المباراة. ركلات الترجيح أمر مهم جدا، أن تكون جاهز ذهنيا نفسيا، عالية على مستوى المعنويات، يكون عندك الثقة. هذه الأشياء توفرت